إحنا في الواقع يجب أن نعيد النظر في حياتنا. هذا الجفاف الذي عندنا نوع من أنواع الجفاف في العلاقات الاجتماعية. في الحديث في الكافي: تبسمك في وجه أخيك حسنة. شوف واحد يضحك في وجه، تبسم في وجه. في حديث آخر: التبسم في وجه المؤمن الغريب. شفت واحد هندي بالشارع مؤمن، تبسم في وجهه، ليشعر أنه مهان. حتى الخادم بحاجة إلى عاطفة، حتى هذا خادمكم اللي تطول مال بحاجة إلى عاطفة. عندما يجيب شاي أمامكم اضحكوا في وجهه، قولوا له شكرا، حتى هذا يحتاج إلى عاطفة.